خلينا نسأل بقى عن حقوق المرأة دلوقتي. المتعارف عليه ان اللي بتروح تطلب الخلع دي تتنازل عن كل حاجة فيما يخصها زي ما قالت استاذ سحر، وما ينفعش انها تتنازل عن حق الاطفال. لا لا يجوز. حقوق الاطفال تروح فين؟ وهل هي كده ملهاش اي حقوق خالص عند الراجل؟ شوف يا استاذ ياسمين، عيد تاني. الخلع هو للمرأة بموجب الشرع والقانون. لما نيجي نتكلم عن الخلع هو للمرأة بموجب الشرع والقانون. الحقوق طيب. لما نيجي نتكلم في حقوقها هي هنا النهارده بتتنازل على المؤخر وعدة والعدة ومؤخر الصداء والمتعة، ولو دفع لها مهر ترد. ده بالنسبة لحقوقها هي، لحقوقها. حقوق أما الأولاد. حقوق الأولاد لا، ما حدش يقدر يتنازل عن حقوق الأولاد، لأن الأولاد من حقهم إن أبوهم هو اللي يصرف عليهم وهو اللي يديهم النفقات الخاصة بالأولاد. ما فيش حاجة اسمها إن أنا يعني كنت أسمع إيه يقول لك تتنازل عن حضانة الأولاد. لا لا لا، ما فيش. والحضانة برضو وضعها ما فيش إيه؟ الحضانة معاها حسب القانون هي تتنازل عن حقوقها الشخصية فقط اللي يخصها بس، ولكن حقوق ولادها هي مش مسؤوله ان هي تتنازل عن حقوق ولادها. وحضانة ولادها زي ما حضانة ولادها معاها طبعا، يعني معاها. اذا مش هي، اذا الام واي اجبار على التنازل بيبقى غير قانوني. لا غير قانوني طبعا، ولا يجوز ولا يصح ابدا ان في حد يكره، يبقى في اكراه للمراه بالتنازل عن الحضانه، لان هو غير قانوني الا بشروط معينه. مصاريف الولاد بناكد عليها مهمه جدا، على الزوج. على الزوج اللي تم خلقه كحاضنه، اجرها كحاضنه اطلع. ما هو برضه يعني هي من حقوقها. احنا قلنا حقوق الشخصيه بس. انا لما جيت حضرتك جيت قلت فندم لفت العده، الصداء، المؤخر، وترد المقدم. لم اتي بالحضانه. لكن الحضانه طبعا عليه طبعا عليه. اجرها كحضانه ده حقوق اطفال. ده حقوق اطفال. كل ما يخص بحقوق الطفل هو حق للطفل. كل حقوق خاصه بالزوجه اللي طلبت الخلع هي خاصه بالست، فيجوز ليها ان تتنازل عنها.